أنا حكيت مع حسن باشا، مصر ياخد السلطانة معه على القاهرة. الموضوع مو بهالسهولة، السلطانة هو مشاه وحدة عنيدة وما حتروح. حسن باشا ماله مغفل يا قسم، أكيد في سلاح بإيديه، يعني ما رح يواجهها لو ما كان حاسب حساب. سلاح شو هاد؟ السلطانة هو مشاه مالاً من نوع البريء، أكيد في عنده أخطاء وإذا اكتشفناه نتخلص منه. طالما السلطانة في عندها أخطاء وحسن باشا حاسس إنه مظلوم، لكان نحن ليش عم نتدخل؟ خلينا نتركهم يخلصوا على بعض. سلطانة هو مشاه رح تاخد احتياطاتها، ونحن لازم نتدخل كرمال ما تنتصر. ما عم بيروح من بالي كلام السلطانة حليمة. الحكت مع حسن باشا، وحسب كلامه في بين إيديه ورقة رابحة ضد السلطانة هو مشاه. ما بعرف إذا هالحكي مزبوط. حسن باشا أنا تعرفت عليه وقت كنت منفي بمصر، وهو ماله قليل. طالما علاقتكم طيبة روح احكي معه لكان، يعني بلكي بيحكي لك شو ماسك على السلطانة هو مشاه. أنا بأمرك سلطانة. تفضل. تسلم يا باشا. مثل ما بتعرف أنا حجيت وتركت المشروب. أي صحيح. وقت السلطانة هو مشاه طلقك، إن شاء الله ما يتعرض منصبك للتهديد يا باشا، لأنه مصر تحت مسؤوليتك. هالموضوع مستحيل يصير. أصلاً نحن ما رح نتطلق يا آغا. معقول السلطانة هو مشاه تقدر تتخلى عني؟ اليوم المسا رح تيجي ورح نحل المسألة بكل رواق إن شاء الله. بس هذا الشيء ما كتير ممكن يا باشا، لأنه السلطانة هو مشاه ما بتتخلى بسهولة عن إدارة الحرم لك. إيه مو على كيفة، مجبورة أن ترجع لي. بالمناسبة السلطانة قوسم بعتت لك سلام معي، قال إذا بتحتاج أي شيء أو بتحتاج لمساعدة راح تساعدك بكل سرور. شكرا. يا الله ما كان ناقصنا غير حسن الزفت. تفضل قولي بسرعة شو صار معك حجي آغا. الضرائب اللي كانت تنبعت من مصر كانت توصل ناقصة، لأنه كل المبلغ الباقي كان عم يتحول للسلطانة صفية بانتظام. شكراً كتير حجي آغا. السلطانة هو مشاه ما بقى رح تقدر تبقى بهالقصر، وحتى أنها تأخرت. ادخل. تعالي قسم. سلطانة مبارح المساء كنتي عم تدوري بأثر حسن باشا على هالدفتر؟ مبين حسن باشا زلمي دقيق، مسجل كل الرشاوي والذهب اللي حولتي لخزينة السلطانة صفية والهدايا الغالية اللي تجاوزت حدودها. ما بقى فيك تهربي أبدا هالمرة.
لكن يلا روحي، روحي فورا لعن مولانا السلطان وخبريه. مو هي نيتي. مولانا السلطان عم يستناك وراح تتحاسب. مو أنا، هو مشاه هي اللي لازم تتحاسب. راح نشوف. مولاي، عفوك يا مولاي، عفوك. يا جاهل، إذا كنت ما بتعرف شو معنات تصرفك، أنا حورجيك هلأ شو معنات إنه ترفع إيدك على سلطانة. وقفوا لشوف. سامحني يا مولاي، أنا ما كنت بوعي. هالحكي مو مقبول، انقلع من وشي. في أمور أنت لازم تعرفها. مولاي سامحني إذا دخلت بدون إذن، بس في موضوع لازم نحكي فيه. تفضلي قولي. حسن باشا ماله ذنب بنوب، والحق علي أنا مولاي. وترته بتصرفاتي، ومالي حابة اتطلق منه. إذا جنابك بتسمح لي رجعتي معه على مصر، رح يكون فيها خير للكل. السلطانة قسم؟ أنت اللي أنقذتيني من الموت، ما هيك؟ طبعاً يا باشا، مين بده يكون غيره؟ بظن أنه كل الأمور خلاص صارت منيحة يا حسن باشا. إن شاء الله يا سلطانة، إن شاء الله. مع أنه كنتي مبسوطة بوجودك هون، شو اللي صار حتى قررتي فجأة ترجعي على مصر يا سلطانة؟ هو هددك بشي؟ ولا شي. حأعترف لك بشي غريب شوي. لما رجعت على القصر بعد هالسنين، وجودي هون عمل على عيوني غشاوة. طلعت متسرعة بقراري السابق. بتمنى تسامحني. بدي أرجع لمصر مع زوجي. إذا كنتي مصرة ما بمنعك.
هلا ما عاد في لا السلطانة صفية ولا هاندان ولا حتى هومشا. وباعتبارك السلطانة الوحيدة اللي إلها سلطة بهالقصر، إن شاء الله ما تنسي دعمي ووقفتي جنبك يا قسم. أنا ما بنسى سلطانة، ما بنسى لا الحسنات ولا السيئات اللي بتنعمل معي. ورح أسمح لك تشوفي الأمير مصطفى بأوقات محددة. معقول يا سلطانة رح ترجعي توثقي فيها مرة تانية؟ الشي الوحيد اللي أنا بحاجته إني ضل عايشة ومهموت. رح أستنى ليجي الوقت المناسب لوصل ابني مصطفى لعرش الدولة. لهيك حسائي.